هل حكم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة وعدمه هو نفس الحكم في الجهر بها بين السور في صلاة التراويح؟ ونفس الشيء نعم، لكن الفاتحة لها خاصية، لأن يعني بعض العلماء يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، كالإمام الشافعي يرى أنها آية من الفاتحة، بينما الجمهور يرون أنها آية مستقلة وليست من الفاتحة. أما بسم الله الرحمن الرحيم في بقية السور فهذا بالإجماع ليست من السورة إلا في سورة النمل.